السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح الماس جورنال أو كراس الماس برايمري 1، الصف الأول الابتدائي الترم الثاني. والنهاردة إن شاء الله هنشرح حتى ليسون 80 أو الدرس رقم 80، وبكده نكون انهينا شرح شابتر 2 او الفصل الثاني في الماس جورنال طبقا لدليل المعلم الخاص بالماثماتكس او بالرياضيات في الترم الثاني. وطبعا زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوصل لبيج 166 أو صفحة 166، وهنلاقي فيها lesson 79 أو الدرس رقم 79، لأن lesson 78 أو الدرس رقم 78 موجود في الماس أكتيفيتي أو في أنشطة الرياضيات الخاصة بالكلاس روم أو حجرة الفصل. طب تعالوا نروح نشرحها مع بعض، خليكم معايا. وعايزين نعرف يا أصحابي إن lesson 78 أو الدرس رقم 78 هو متعلق بحاجة اسمها ordering numbers. ordering numbers يعني ترتيب الأرقام. فاحنا عايزين نتفق على حاجة كده نبقى عارفينها مع بعض. في نوعين من ترتيب الأرقام، في نوع بنرتب فيه الأرقام من الأصغر للأكبر، يعني لو عندنا مثلا 2 و4 و6 و8 بنرتب الأرقام من أول للاتنين، وكل ما في رقم نلاقيه أكبر منها نكتبه بعد منها 4 وبعدين 6 بعدين 8. فهنا بنتجه من الصغير ناحية الكبير، وده اسمه ايه؟ اسمه ascending order. الascending order اللي هو الترتيب التصاعدي. يعني ايه تصاعدي؟ يعني بنصعد فيه من الصغير في اتجاه الكبير. والكلام ده طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الاسندنج اوردر اللي هو بيتجه من الصغير للكبير، ال1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4، من السمولست او من الاصغر تو لارجست للاكبر، ده اسمه اسندنج اوردر. طيب في نوع تاني من انواع الترتيب، والنوع التاني من انواع الترتيب ده بنتجه فيه من الكبير للصغير. يعني ايه؟ يعني بننزل من فوق لتحت، اسمه تنازلي. حتى باللغة العربية بنسميه ترتيب تنازلي، يعني بننزل فيه من الكبير للصغير. وده in English اسمه descending order. descending order يعني ترتيب تنازلي، يعني بننزل فيه من largest to smallest، من largest الأكبر to smallest للأصغر، زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا 4 3 2 1، وهكذا بنتجه من الكبير ناحية الصغير، وده اسمه ترتيب تنازلي أو descending order. وده الجزء الخاص بـ lesson 78 أو درس رقم 78. تعالوا نحل بعض الأمثلة على الأسندنج أوردر أو الترتيب التصاعدي والديسندنج أوردر أو الترتيب التنازلي. فأول حاجة هنا عندنا مجموعة أرقام، عايزين نرتب الأرقام دي أصحابي من الصغير للكبير أو نعمل أسندنج أوردر ترتيب تصاعدي. ففي عندنا هنا 81 و88 و80 و8، كلهم فيهم رقم الايت، بس هنا الايت لوحدها، هنا الايت موجودة في الخانة بتاعت التنز، هنا في ايت في التنز وفي ايت في الوانس، وهنا في ايت في التنز وفي وان في الوانس. فمين اصغر رقم فيهم يا اصحابي علشان خاطر نبدأ بيه؟ شاطرين، هو نمبر الايت الموجودة لوحدها، فنكتب هنا ايت. طب الرقم اللي اكبر منها على طول هو ايه؟ 81 ولا 88 ولا 80؟ يا ترى تعرفوا تقارنوا بينهم وتقولوا لي؟ شاطرين، ال 80 هي الرقم اللي بعد منها على طول، لانها فيها 0 في الوانس
بس لسه فيها 8 في التنز، لكن الأرقام التانية عندهم 8 في التنز وأرقام تانية موجودة في الوانز فهم أكبر منها، فدي الرقم اللي موجود بعد الايت، يبقى هنا نكتب 80. طب في الخانة التالتة هنكتب بقى 88 ولا 81؟ شاطرين، هنكتب هنا 81 أو 81، لأن ال 81 موجود فيها صحيح 8 في التنز بس فيها 1 بس في الوانز، لكن ال 88 فيها 8 في التنز و 8 كمان في الوانز، فبالتالي هي أكبر رقم فيهم هنكتبها في الآخر هنا. وبكده احنا عملنا ascending order أو ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. طب في السؤال اللي بعد منه عندنا في 73 و 37 و 36 و 63، طب يا ترى مين فيهم أصغر number نقدر نبدأ بيه علشان خاطر نحل المثال ده؟ يا ترى هي 73 ولا 37 ولا 36 ولا 63؟ شاطرين، هي 36 لأن هي أصغر رقم فيهم، فهنكتب هنا 36. هي فيها 3 في التنز بس فيها 6 كمان في الوانز، وبالتالي هي أصغر رقم فيهم لو قارنتها بأي رقم تاني، هنكتب هنا 36. طب ايه الرقم اللي بعد منها على طول يا اصحابي نقدر نكمل بيه الترتيب بشكل سليم؟ شاطرين، 37، هنكتب هنا 37. طب بعد 37 مين هيرد عليا ويقول لي الرقم التالت؟ شاطر، بعد 37 63. طب واخر رقم ايه يا اصحابي؟ شاطرين، 73. وبكده حلينا المثال التاني. تعالوا كمان ناخد مثال تالت. كل ده احنا لسه بناخد امثلة على الاسندنج اوردر او الترتيب التصاعدي. في عندنا هنا 62 وفي 43 وفي 36 وفي 45، يا ترى ايه اصغر رقم فيهم نقدر نبدأ بيه يا اصحابي؟ شاطرين، هو رقم 36 أو رقم 36 لأن هو فيها 3 بس في التنز، فهنبدأ هنا بال36. طب إيه الرقم اللي بعد منه اللي إحنا ممكن نكمل بيه الترتيب بشكل سليم؟ شاطرين، ال43. شاطر شاطر، هنكتب هنا 43 لأن هي الرقم الأكبر منه على طول. طب مين الشاطر اللي هيرد عليا إيه اللي بعد ال43؟ شاطر يا حبيبي وشاطر يا حبيبتي، هنا ايه؟ 45. طب واكبر رقم واخر رقم؟ شاطرين، 62، ولان ده اكبر رقم فيهم. وبكده احنا خلصنا الاسندنج اوردر او الترتيب التصاعدي اللي من الصغير للكبير. طب تعالوا كده نحل بعض الامثلة على الديسندنج اوردر او الترتيب التنازلي اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. فهنبدأ هنا من الكبير ونتجه ناحية الصغير. فعندنا هنا مثلا مجموعة أرقام، في عندنا هنا ال45 وفي عندنا هنا ال43 أو 43 وال40 أو ال40 وال4 وال45. طب عايزين نبدأ من أكبر حاجة علشان نتجه لأصغر حاجة، هنبدأ بإيه يا أصحابي؟ شاطر شاطر يا حبيبي، هنبدأ بال45 لأن ده أكبر رقم فيهم، فهنكتب هنا 45. طب بعد ال45 إيه الرقم اللي أصغر من ال45 على طول؟ شاطر، هنكتب هنا ال43 لأن هي الأصغر منها على طول. طب بعد ال43 هنكتب إيه؟ شاطرين كلكم يا حبايبي، هنكتب هنا ال40 لان دي الرقم الثالث، احنا بنتجه من الكبير للصغير. طب وايه هو اصغر رقم؟ شاطرين كلكم، ربنا يحميكم، هنا ال4 طبعا لان ده اصغر رقم فيهم. كده احنا عملنا descending order او ترتيب تنازلي. تاني سؤال هنا بيقول لنا 51 75
74 70. المفروض ان ايه اكبر رقم فيهم علشان نتجه منه ناحية الرقم الاصغر؟ شاطرين، 75 طبعا هو الرقم الاكبر، فبالتالي هنكتب هنا 75. طب ايه اللي بعد 75 يا اصحابي؟ شاطرين، 74 طبعا لان هي الاصغر منها على طول. طب بعد 74 هنكتب ايه هنا يا اصحابي؟ صح طبعا، هنكتب هنا 70 او 70. طب وايه هو اصغر رقم واخر رقم فيهم؟ هو 51، وهنكتب هنا 51. وكده عملنا برضو descending order او ترتيب تنازلي من الكبير للصغير. طب واخر مثال معانا اصحابي، في هنا 84 و 81 و 40 و 48. المفروض ان احنا هناخد اكبر رقم ونبدأ بيه، فيكون رقم كام يا اصحابي؟ شاطرين، ال 84، فهنكتب هنا 84. طب وايه اللي بعد ال 84 على طول؟ شاطرين، ال 81. طب بعد ال 81 هنكتب ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، ال 48، لان ده تالت رقم واصغر رقم فيهم طبعا هو ال 40 او ال 40. وبكده نكون حلينا أمثلة على الأسندنج أوردر والديسندنج أوردر، وعرفنا يعني إيه ترتيب تصاعدي، وعرفنا يعني إيه ترتيب تنازلي، وحلينا أمثلة عليهم. ونتنقل لليسون 79 أو الدرس رقم 79. فهنا يا أصحابي بيقول لنا في ليسون 79 أو الدرس رقم 79، بيقول لك write the numbers، اكتب الارقام from the bag، يعني من الشنطة. احنا عندنا في الكلاس روم مع التيتشر الخاص بالماس في شنطة او في حاجة اسمها number bag، شنطة الارقام. المفروض المستر او المس بيجيبوا معهم number bag دي، وعشان خاطر ناخد منها الارقام اللي احنا بنعمل بيها الماس اكتيفيتي. فهنا بيقول لك write the numbers drawn from the bag. drawn يعني اتسحبوا، from the bag من الشنطة. فاحنا هنا ناخد رقمين من الشنطة، وبعد ما ناخد رقمين العشوائيين دول، اي رقمين هناخدهم من الشنطة هنكتبهم هنا هوت. بعدين بيقول لك copy يعني انسخ the teacher's four lines. teacher's four lines العلامات او الخطوط الاربعة اللي عملهم المعلم، وانا هوريهم لكم دلوقتي. وبعدين and symbols والرموز. المفروض يا اصحابي المعلم بيكون عمل لكم العلامة دي على البورد او على السبورة اللي فيها الاربع خطوط دي، وبينهم علامات الاكبر من دي او greater than. فاحنا هنرايت كمان او هنعمل copy للفور lines and symbols، هنعمل copy للاربع خطوط والsamples او الرموز. underline، ضع خط تحت the digit، الرقم in the test place، في المكان الخاص بالتست. underline the digit، ضع خط تحت الرقم in the tens place، in the tens place في اللي موجود في الخانة بتاعت العشرات. فانت طبعا هتشوف الارقام اللي انتوا سحبتوها او عملتوا لها drawn من ال number bag. الاربع ارقام دول هتلاقي فيهم خانتين، كل في خانة بتاعت الونس او الاحاد، وخانة تانية بتاعت التنز او العشرات. فاحنا طبعا هنكتب الـ الارقام دي زي ما احنا قلنا، وهنحط خط تحت الخانة بتاعت التنز في كل رقم فيهم. فكل رقم فيهم الخانة بتاعت التنز، الديجيت اللي موجود فيها هنحط تحت منه لاين، او هنعمل اندرلاين للرقم ده. سيركل، ضع دائرة حول the digit، الرقم in the ones اللي موجود في الاحاد، place طبعا in each number. يبقى هنعمل كمان دائرة حوالين الارقام اللي موجودة في ال ones place او في خانة الاحاد in each number في كل رقم. write، اكتب the four numbers، الاربع ارقام in order، بالترتيب
from greatest to least. From greatest من الأكبر to least للأقل أو للأصغر. least يعني أقل. فهنا بيكلمنا برضو عن الـ numbering order أو ترتيب الأرقام. فهنا بعد ما هنكتب فهنا بعد ما نكتب الأربع خطوط والأربع علامات اللي عملهم التيتشر بتاعنا على البورد ونقلناهم، وبعدين جبنا أربع أرقام، والأرقام دي احنا عملنا لهم درون أو سحبناهم من النمبر باج أو الشنطة بتاعة الأرقام. يبقى احنا عندنا 4 numbers أو أربع أرقام، كل رقم فيهم بيتكون من 2 digits أو من رقمين، في ديجيت موجود في التنس وديجيت تاني موجود في الوانس. احنا المفروض هنعمل تحت الديجيت اللي موجود في التنس اندرلاين او خط، والديجيت اللي موجود في الوانس هنعمل حواليه سيركل. وكتبنا الاربع خطوط والاربع علامات اللي عملهم التيتشر بتاعنا على البورد. المفروض بقى ان احنا هنرتب الأرقام الأربعة دول من الأكبر للأصغر، أو from greatest من الأكبر to least للأقل. least يعني أقل. وبكده نكون حلينا المثال ده وفهمنا مطلوب مننا فيه إيه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا، وهنلاقي فيها lesson 81 و lesson 80 أو الدرس رقم 80 مش موجود في الماس جورنال او في الكراسة الرياضيات، بس هو موجود في الماس اكتيفيتي او في انشطة الرياضيات اللي في الكلاس روم، فاحنا نشرحه دلوقتي، خليكم معي. وليسون 80 او درس رقم 80 هو درس مهم جدا بالنسبة لنا اصحابي. هو بيكلمنا عن السبتراكشن او عملية الطرح، وهنا بنتعلم مع بعض ازاي نطرح الارقام من بعضها، بس عن طريق ان احنا بنطرح مضاعفات العشرة، يعني الارقام اللي متكونة من عشرات، يعني بداية من 20 مثلا، 20 فيها 10، فده مضاعفات العشرة. 30 فيها 3، 40 فيها 4، 50 فيها 5. فاحنا هنا بنطرح الارقام دي من بعضها عن طريق ان احنا نقلل منها عشرات على قد عملية الطرح. تعالوا ناخد ده بالامثلة، خليكم معايا. زي ما احنا شايفين يا اصحابي قدامنا هنا اهوت، ادي 70 او 70 متكونة من 7 tens او من 7. كل عمود من الاعمدة دي بيساوي 10. فاحنا هنا عندنا رقم متكون من المضاعفات بتاعه التنس، او من كذا عشرة، مش من عشرة واحدة، فدي اسمها المضاعفات بتاعه التنس، 10 و10 و10 و10، المضاعفات بتاعتها اكتر من 10. يعني عايزين نطرح من ال70 دي اللي فيها 7 او 7 tens 30 يعني 30، و30 موجود فيها 3 بس، 10 و10 و10. فهنا بيوري لك ازاي المفروض ان احنا بنشطب على 3 من 7 بتاعت 70 ونلغيهم كأنهم اتشالوا او اختفوا، علشان نعمل عملية السبتراكشن او الطرح ونشوف هيتبقى كام. فاحنا هنا لما نجيب 7 tens او 7 ونشيل منهم 3 tens او 3، او بمعنى اخر نطرح من 70 30، من 70 30، هنشطب على 3 دول، هيتبقى معانا 1 2 3 4 او 4، يعني 40، يعني 40. يبقى 70 minus يعني ناقص 30 او 30 equal بتساوي 40 يعني 40. فاحنا كده عرفنا نعمل عملية السبتراكشن او الطرح بالرسم، وفهمنا ازاي النتيجة دي بتطلع. وتعالوا ناخد بعض الامثلة على عملية السبتراكشن او على عملية الطرح، خليكم معايا. زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي، احنا هنا عندنا 90 او 9 tens، يعني عايزين نطرح منها 70 او 7 tens،
فهنا 90 minus 70 equal كام يا أصحابي؟ فاحنا هنا هو لغى 7 عشرات أو 7 tenths من ال 90 أو من ال 9 tenths، هيبقى معانا 2 tenths بس. 2 tenths دي يعني ايه؟ شاطرين، يعني 20 شاطرين. طيب يبقى 90 minus 70 equal 20 أو 20. طب هنا عندنا ال 50 عايزين نطرح منها 10 واحدة، هو حتى شطب على 10 واحدة، يبقى 50 minus 10 equal كام يا أصحابي؟ 1 2 3 4، شاطرين يعني 40، فهنكتب هنا 40. يبقى هنا 50 minus 10 equal 40، شاطرين. تعال ناخد مثال كمان. طبعا عندنا هنا أصحابي 40 minus 10 equal ايه؟ هنشيل 10 منهم، يبقى 1 2 3، يبقى 40 minus 10 equal 30، شاطرين. طب 60 minus 20 أو 60 ناقص 20، 60 minus 20 هيبقى هنلغي 2 tens من هنا، ادي 1 وادي 2، يبقى كام؟ 1 2 3 4، يبقى بتساوي ايه؟ 40، هنكتب هنا 40. وهنا يبقى 60 minus 20 أو 20 equal 40. طب 70 minus 40 يبقى نشيل منها 4 عشرات، 70 minus 40 يبقى هنشيل 4 عشرات، ادي 1 و 2 3 4، يبقى هنشيل الأربعة دول، يبقى هيتبقى 1 2 3 3 tens يعني 30، يبقى هنكتب هنا 30. يبقى 70 minus 40 equal 30، شاطرين. واخر حاجة 80 minus 60 او 80، هنشيل منهم 60، يبقى هنشطب 6 tens، يبقى عندنا 1 2 2 بس، يبقى هنكتب هنا 20. يبقى 80 minus 60 equal 20 او 20. وبكده نكون انهينا شرح lesson 80 او درس رقم 80، وحلينا عليه امثلة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.